استاذ محمد فرصه وحضرتك معايا، في حاجات بدات تتكتب سواء على مواقع اخباريه او على السوشيال ميديا، يقول لك الجيل ده مش هيبقى جيل عظيم عشان معظم اللاعبين اللي فيه بين قوسين كده الجمله الشهيره ابناء عاملين وابناء مدربين ولاعبين سابقين، وهو ده اللي مش هيخلي المنتخب ده ينجح. رد حضرتك على هذا الامر ايه؟ والله يعني هم يعني فيهم يعني فيهم ايه ابناء لعيبه يعني اللي فيهم ابناء اللي فيهم ابناء لعيبه كبار يعني كان واحد انا اذكر اسماء ولكن الافضليه المدير الفني مش هيجامل بمستقبله وقيمته بمنتخبه عشان يشرك حد يعني ما يستاهلش انه يلعب. يعني لو حد هيجامل مثلا ابن لعيب سابق ولا ابن مدرب يعني هيبعت له ياخده في معسكر، هينضم معسكرات معينه، يعني ينضم اساس لكره القدم في الزمن اللي احنا فيه ده. طبعا كلام مستحيل وعالي تماما من الصح ابدا. المدير الفني اتحاد الكوره مش يعني المدير الفني يعني هيجامل ليه؟ هيجامل عشان مستقبل وعشان زميله؟ طبعا كلام عارف من الصح خالص. عندك حق مليون في المية يا فندم، بس طبعا هتتفق معايا انه حتى لو في معسكر، بما اننا بنتكلم على منتخب مصر، فحتى المعسكر ما ينفعش يتاخد فيه اي مجاملات. تتفق معايا اكيد. انا بقول لك حتى لو احنا مثلا يعني لو مثلا هو حابب يجامل يستدعي المعسكر يشوف كل شيء، انما يعني ثقه واكيد انه ما بينضمش للمنتخب ويسافر ويلعب اساسي او احتياطي الا اللي يستاهل هذا المكان. ممتاز. والا يعني ما حدش عارف حاجه. ممتاز جدا. طيب